شهدت محافظة نينوى واحتفالات بهذه المناسبة تخللها أيضا أمنيات بأن يعم الأمن والاستقرار على ربوع العراق بشكل عام وأقليم كردستان بشكل خاص. بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، نتقدم بأجمل التهاني إلى فخامة الرئيس مسعود البارزاني وإلى العوائل الشهداء البشمركة والجيش وإلى جميع الشعب الكردي والكردستاني في العراق والشعوب المنطقة بشكل عام. نتمنى أن يكون عاما مليئا بالأفراح والأمن والأمان، وأن يسود الأمن والأمان في مدينة نينوى. إيقاد شعلة نوروز احتفالا برأس السنة الكردية وعيد نوروز. طبعا أنا أحب من هنا أبارك لكل أهلنا ولكل ناسنا في نينوى وفي العراق وفي كردستان وفي كل العالم، إن شاء الله تكون سنة سعيدة وسنة محبة وسلام وتعود بأمن وأمان على كل ربوع العراق. أحب أن أقدم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، مناسبة أعياد نوروز، إلى عموم الشعب العراقي عامة والشعب الكردي والكردستاني بصورة خاصة. حقيقة هذه الأعياد تعني لنا كشعب كردستاني، أعطت لنا مجالا للحرية، انبثقت اليوم شمس الحرية في هذا اليوم المبارك، في هذا العيد المبارك. أحب أن أهني القيادة الكردستانية وشعب كردستان والشعب العراقي أيضا مرة ثانية، وأهني بهذه المناسبة أيضا فخامة الرئيس مسعود بارزاني، وإن شاء الله أن تكون جميع أيام الشعب الكردي والكردستاني بخير ومسرة وأفراح.